بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر فريق الإبداع التكنولوجي بقيادة المدربة الدولية الأستاذة علية سعيد أن تستضيف الليلة من دولة ليبيا الشقيق المدربة الأستاذة نورة أحمد محمد، فأهلا وسهلا بك معنا الليلة وحياك الله. الأستاذة نورة سوف تقدم لنا ورشة عمل تشرح لنا فيها تصميم ختم وتوقيع باستخدام الوورد. اولا اود ان اقدم لكم الاستاذه نوره، هي معلمه حاصله على دبلوم عالي حاسوب تخصص برمجه، وحاصله على شهاده الوسائل التعليميه، وحاصله على شهاده المصحح الالي، وايضا على الماجستير المهني، وايضا حاصله على شهاده تنميه بشريه لتطوير الذات، وشهاده التي او تي، وشهاده الرخصه الدوليه لقياده الحاسوب، واخيرا هي حاصله على شهاده معلم معتمد من مايكروسوفت. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه نوره، تفضلي على بركه الله وبالتوفيق باذن الله. استاذه نوره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حتى الاستاذه عليا في النظري وبعدين انا هنبدا بالعملي. تمام تمام استاذه نوره. السلام عليكم مواد فريقنا الكرام، هنبدا ورشتنا اليوم بالجزء النظري من خلال التعرف على حضراتكم ثم توقعاتكم عن هذه الورشه ومدى تمكنكم من استخدام برنامج الوورد، وان شاء الله هتكمل معانا استاذه نوره احمد الجزء العملي، وان شاء الله تساعدوا معانا وتتم الاستفاده من خلال تطبيق ما سنتعلمه معا في الجزء العملي. نبدا على بركه الله. استاذات المتدربين، لو في اي استفسار هنرفع اليد، ويا ريت الكاميرا والمايك مقفولين. في البدايه نحب ان احنا نتعرف على حضراتكم من خلال التطبيق الكلاس بوينت. ورشتنا الحصه بتاعتنا ديت الكلاس بوينت 41009، يا ريت هنكتب فيه محرك البحث جوجل كلاس بوينت، ونقدر ان احنا ندخل على الحصه بتاعتنا من خلال الكود اللي هو 41009. كمان متواجد على الشات اللينك بتاع كلاس بوينت والكود كمان. اللي عنده كيو ار ممكن ان هو يمسح الكيو ار ويدخل مباشره. انا استاذه نوره، استاذه شاديه، استاذه لميا، استاذ احمد، استاذه وفاء، استاذ لطفي، استاذه امال، استاذه شاديه، طالبه حنين، اهلا بحضراتكم، استاذ محمود. يا ريت جميع المتواجدين ينضموا الينا بسرعه عشان نستفاد من الوقت. انا استاذه لين، استاذ محمد، استاذه ريم، استاذه ايمان، اهلا بحضراتكم جميعا، أستاذة سماح. هنبدأ نسجل الاسم والوظيفة والدولة بتاعتنا. يا ريت الجميع ينضم علشان نتعرف على جميع المتواجدين والجميع يستفاد إن شاء الله. لنهاية الورشة هيفضل الكلاس بوينت مفتوح عشان هنرفع الأعمال اللي هتنفذها أستاذة نورة في الجزء العملي. أستاذة شادية عبد الكريم، رئيس قسم الإحصاء من مصر سوهاج. أستاذة نورة راشد، معلمة علوم دولة الكويت، أهلا بحضراتكم. أستاذة إيمان أحمد من الإمارات العربية الموسيقية، أهلا بيكي. أستاذة وفاء فاضل، معلمة تقنية معلومات من سلطنة عمان، أهلا. الطالبة حنين يوسف من الأردن، أهلا يا حنين. أستاذ أحمد شعبان، معلم أحياء من الدوحة، أهلا بيك. أستاذة عائشة أمين، مدربة من قطر، أهلا بيكي يا أستاذة. أستاذة سماح من لبنان نيرسينج، أهلا بحضرتك. أستاذة أمنة من المغرب، أستاذ توفيق لطفي مدرس علوم من المغرب، أستاذة لين من الجزائر أهلا بيكي، أستاذ طلعت معلم في الأزهر الشريف من مصر، أستاذة نسرين معلمة إنجليش من العراق أهلا بحضرتك. ما شاء الله تجمع من دول عربية، سعيدة جدا بوجود حضراتكم معانا. أستاذ محمود معلم لغة إنجليزية، أستاذة هدى مديرة مدرسة من السعودية، أستاذة هادية يحيى أهلا وسهلا بحضرتك، مدرس لغات أجنبية ومدربة عالمية أهلا بيكي. أستاذة ولاء من مصر، أستاذ مصطفى من المغرب، أستاذ محمد باحث في السلك الدكتوراه أهلا بحضرتك من المغرب،
استاذه امال مدرسه انجليش من ايه من مصر، استاذ محمود معلم اول لغه عربيه من مصر. اهلا بالجميع، اتمنى ان جميع المتواجدين ينضموا الينا. انا شايفه ان العدد اللي حاضر اكتر من 25. طبعا مرحبا بالجميع. عايزين نعرف توقعات حضراتكم عن اللي هناخده النهارده في الورشه بتاعتنا عن ديناميك الوورد. جيت نسجل توقعاتنا. كيفيه عمل الختم، اتوقع تحفيزي ختم بالاسم، ورشه مصريه وجميله، اتعلم على الختم، نتعرف على برنامج جديد من تطبيقات مايكروسوفت، الاستفاده كالعاده، مهارات لم اكن اعرفها. جميل، اتمنى ان الجميع شاركنا بتوقعاته. ان شاء الله تكون محاضره قيمه ومفيده باذن الله، وحضراتكم جميعا تستفادوا ان شاء الله. استاذه مديحه، حضرتك بتضغطي على لينك الكلاس بوينت اللي انا بعته على الشات، هيطلع لك مستطيلين اثنين، هتكتبي اسمك وتكتبي الكود فوق، الكود الاول بعد كده اسمك، هتلاقي نفسك دخلتي، هتلاقي نفسك السؤال على طول هيظهر قدامك، حاولي تجربي. انا شايفه توقعات حضراتكم بتدور حوالين العنوان. كيفيه عمل مهارات جديده للوورد، جميل، استخدام الوورد في كثير من الاعمال وخاصه في الاحصاء، جميل. في ناس توقع ان يتعمل لوجو، تمام. اتمنى ان الجميع يشاركنا توقعاته، اكيد كلنا هنستفاد النهارده ان شاء الله. انا شايفه ان في لسه 15 لم يضيفوا توقعاتهم، يا ريت كلنا نضيف التوقعات بتاعتنا. توقعاتكم هتخلينا ان احنا يعني نبدا نسري الموضوع اكتر. احنا الحضور معانا 81، اللي دخل دلوقتي يا استاذه عليا كام؟ 50؟ موجود 50 و على اكتر لو سمحتوا. تفعلوا خدوا سكرين شوت لتفاعلكم واسمكم اللي هيظهر والاجابات، علشان ان شاء الله اللي ما دخلش المعلم خبير واول مره هيدخل يحتفظ بالسكرينات دي ويحطها ان شاء الله في السوي بتاعه باذن الله. دليل ان هو تفاعل على الكلاس بوينت وكمان ان هو موجود على التيمز. احنا دلوقتي 38 استجابه والمتواجدين 52. يلا فاضل 50 ثانية، أتمنى إن الجميع يضيف استجابته ويلتحق بينا على الكلاس بوينت. كل اللي متواجدين على الكلاس بوينت هيرفعوا الأعمال بتاعتهم على اللي هيتم إن شاء الله تنفيذها من خلال الجزء العملي، هيرفعوا على الكلاس بوينت وهيبقى توثيق ليهم. في 40 استجابة واحنا عددنا المتواجد 55، اتمنى ان الجميع يشاركنا. حضراتكم هتستفادوا بالسكرينات الشوت اللي هتاخدوها، واحنا هنستفاد بوجود حضراتكم معانا، واتمنى ان كل توقعاتكم ان شاء الله تستفادوا وتكون موجودة من خلال البرنامج. طيب عايزين نعرف مدى تمكن حضراتكم من برنامج الوورد علشان نقدر نشتغل على هذا الاساس. اتمنى بقى ان العدد يزيد في الكلاس بوينت واستجاباتنا تكون اكتر. تمام، ان شاء الله معرفته بالوورد متوسطه، ان شاء الله دي معرفته، والجيد هنستفاد من خبراته خلال الورشه باذن الله.
ان شاء الله في متمكنين وفي معلوماتهم ان شاء الله ستزداد وهنستفاد من الجميع. اتمنى نسرع في استجاباتنا علشان نستفاد بالجزء العملي ان شاء الله. ما زال 56 بس اللي دخلوا على الكلاس بوينت. الدخول سهل جدا، بنكتب كلاس بوينت على محرك البحث وشتنا 41009. ما شاء الله في ناس متمكنة جدا وبتدرب ما شاء الله. ان شاء الله نستفاد من الجميع ومن خبرات الجميع بإذن الله. جميل بقى عددنا على كلاس بوينت 61. اتمنى الجميع ينضم لينا، اكيد في 20 كده لسه ما انضموش خالص او اكتر. طبعا يسعدنا وجود الجميع في الكلاس بوينت عشان تقدروا ترفعوا الاعمال اللي هتتم في الجزء العملي على الكلاس بوينت في الجزء الخاص بيها. انا بشكر كل اللي فعلوا معانا وان شاء الله هنستفاد جميعا من الجزء العملي. محاور ورشتنا النهارده بنتكلم عن تصميم، هنتكلم عن الوورد وتصميم توقيع وتصوير توقيع الكتروني باليد وتصميم ختم خاص بينا على برنامج الوورد. وان شاء الله الجزء العملي تبدا استاذه نور معانا في الجزء العملي. انا هترك لها المشاركه. اتفضلي استاذه نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. شرف لي نكون معاكم اليوم. شكرا للأستاذة عليا على ما قدمتها لنا، وشكرا على استضافتها، وشكرا لمايكروسوفت. تمام كده، شكرا لحضرتك. تمام، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم نعطيكم مايكروسوفت وورد. طبعا مايكروسوفت وورد في اللي عنده اوفيس 365 انت الاوفيس، في اللي عنده اوفيس على اللابتوب 2009، وفي اللي 2010، وفي اللي 2013، وفي اللي 2016، كله نظام واحد، لكن في اختلاف بسيط اسمه اختلاف اصدار. كيف نظام النقلات؟ أول ما بدينا بالنقلات اللي ما فيهنش كاميرا، وبعدين بدينا بشوي بشوي نطلعنا بنقلات الكاميرا. إصدارات هو إلى الآن كل مرة إصدار جديد وتحديثات جديدة. أول حاجة نقدم لكم الوورد. الوورد ودك عن طريق سطح المكتب تعدي من قائمة إبدأ، بالبر الأيمن نختار كلمة جديد ونختار وورد على سطح المكتب، أو عن طريق ابدأ ناخذ وورد من هنا، نقرب زر الفأرة الأيسر حيطلع لي واجهة البرنامج. هنحكي لكم كل بوابة شن تحكي وكل شيء شن اختلاف بينها. طبعا كل حاجة لها وظيفة معينة. تمام، عندك أنا وضع اسمها قوالب، لكن أنا لما نبدأ نشتغل بمستند فارغ. هنا موجودة عندي الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية عندي كلمة حافظة، وعندي هنا خط. الخط هني جميع أي شيء نبي نغيره في الخط. هنبدأ مثلا محمد، نبدأ نظلل أي حاجة نبي نستخدمها. هنبدأ بتظليل الخط، وبعدها كان نبي نكبر من أو نصغر من هنا من أي الموجودة قدامي. أو طبعا هنا كان حالة الجملة، كانت تبي حرف مثلا بسمول كابيتال، بدايتها كبير بدايتها صغير، الموجود من هنا. وبعدين عندنا هنا البي، إن كان تبي غامق
تاخذيه من هنا، ان كانت بيه مائل من هنا، كان تحت سطر من هنا، وطبعا تحت سطر لما نلقى السهم هذا الموجود الصغير هذه معناها نقدر ندير سطر او سطرين. شوفوا هاني في خيارات، لما يكون سهم صغير معناها هاني موجودات خيارات، وعندنا هذني طبعا هذا كلنا عارفينه انه هو ورد ارت، تبي تظل الحاجه معينه تغير الخط تغير لونه. هاني شفتها الاي دي هذه يلون لك او يرمز لك باللون، الحرف الاي اللي تحت اللون هذه هذا يغير لك لون اللون اللون لون الخط يغيره لك. شوفوا كيف يغير. عندكم هنا فقرات، الفقرات عندنا هني هي مجموعة من الفقرات، لما ندير بنختار نختار من هني أول فقرة تنكتب حيكون فيها نقطة، أو طبعا هنا خيارات كيف ما تبي، خيارات بتبي تختاري. عندك هني هي أرقام رمز امتياحا، عندك طبعا هذني أول ما جيتي بتشتغلي تشوفي، وكان أنت بتحكي أنت بتكتبي عربي معناها من اليمين لليسار، كان أنت بتكتبي إنجليزي معناها من اليسار إلى اليمين. شفتوا؟ كيف بعد إذن حضرتك؟ تفضلي. بس بيقطع. من اليسار نعود. أكي تمام أستاذة. الصوت بيقطع بس. هكي من اليسار إلى اليمين. تمام؟ وعندي هاني ياهي هذني محاذاة تبيها في النص في الوسط تبيها من الجانب. أنا في جانب اليمين في جانب اليسار. هنا الضبط متاعها. هذه لإزالة المسافة بين الفقرات. يعني عندك فقرات معينة يزيلك المسافة. هنا أنماط، أنماط الخط، وهني هي التحرير، فيها بحث، فيها استخدام، فيها تحديد. عندي هنا إدراج، عندنا هنا إدراج الرمز. هنا كنت تبي مثلاً صفحة الغلاف، الصفحة الفارغة، فصل الصفحات، الجداول. طبعاً هنا عندنا جداول، عندنا جداول بيانات الأكسل، معناها عندي جدول معين فيها عرض عرض جمع ضرب قسمة. عندنا جدول فيه جداول أكسل، عندنا تقويم، عندنا أشكال، عندنا رسوم توضيحية، عندنا ارتباطات لما يكون في ارتباط بين الجمل، أو عندي ارتباط بين في النت مثلاً عن طريق مواقع وهكذا. هني ياهي عندي الرأس، رأس وتبديل الصفحة، كانت بها الكلام من فوق أو من تحت. عندي هنا رقم الصفحة، العدد، الأرقام تبيهن من فوق أو من الهامش من اللوزة. عندي هنا مربع النص، وهذا طبعا وورد آرت. وعندي هنا معادلات، وعندي هنا رموز. تمام؟ طبعا انا بنبدا توا اعطيتكم اهم حاجه نبي نستخدمها توا، بحيث اني لما نبدا نشتغل نقول لكم مثلا زر الفاره نقرا شفت تبدو عارفين كل شيء. عرفتوا من ادراج توا انا نبي نبدا ان تسمع في دكتوره استاذه استاذ عليا. ايوه سنور. ايوه معاكي. ايوه اتفضلي. تمام واضح صوتي؟ تمام بيقطع شويه بس الصوره واضحه. تمام اتفضلي. تمام من الاشكال، من الاشكال تو انا بنصمم خط متاعي. اول حاجه نختار من الاشكال السهم.
نختار من الأشكال، طبعا نمشي لإدراج وبعدين من الأشكال نختار الدائرة. أهم حاجة شفتوا شكل الدائرة؟ طبعا هي دائرة كده، هو شكل بيضاوي، لكن عشان يكون دائري لازم ندير شفت وزر الفارة الأيسر ونبدأ نشتغل. وبعدين بدك تختاري من نسخ الصفحة الرئيسية، نختاري نسخ وبعدين تختاري لصق. أهم حاجة وانتي تشتغلي لازم بالشفت وزر الفارة الأيسر عشان تكون دائرة ما تكونش بشكل بيضاوي. نجيب من أدر تنسيق أدوات الرسم، نختار تنسيق، ومن تنسيق نختار تعبئة الشكل، وبعدين بلا تعبئة مخطط تفصيلي خط الوزان. طبعا انت بالشكل تغيري اللون متاع، طبعا الشكل متاعك، طبعا هذه تقدري تغيري اللون متاعها كيف ما تبي مخطط متاعها. تعبئة الشكل ندير بلا تعبئة، نختار مخطط تفصيلي الوزان، نختار تمام هيك الإدراج. أستاذة نورة في سؤال، أستاذة نورة في سؤال على الشات، ممكن تعيدي نقطة كيفية تلوين الدائرة؟ حاضر معلش. تمام شكرا. عادي عفوا. شكرا لله. من إدراج، مش أنت إدراج اخترتي منها الدائرة تمام ورسمتي دائرتك، ديري تنسيق أدوات الرسم، اخترتي التنسيق، هنا تعبئة الشكل. لو أنك تبي شوفوا تعبئة الشكل، أنا ما نبيش لون، نبيه بدون لون، نديره بلا تعبئة تمام. لو أنكم كلكم درتوا هكي ياهي، ديروا رقم واحد أو ديروا أي شيء رقم واحد ديروا. هل كلنا نشتغل مع بعضنا؟ أوكي تمام تمام تمام. من إدراج نختار أشكال وبعدين مربع نص. من إدراج نختار أشكال وبعدين مربع نص. نفس القصة اللي درتها أنا توا، ندير تعبئة الشكل نديرها بلا تعبئة، وبعدين مخطط التفصيلي نديرها بلا مخطط تفصيلي. طبعا نكتب ايش في نكتب، يعني نكتب مثلا معلمة الصفحة الرئيسية، نختار توصيل وانتي اللي بتديرها مثلا نجمة مربع، نمدير ثلاث نجمات وبعدين نكتب لمادة الحاسوب. أدوات التنسيق نعدي الأنماط وورد آرت، نختار آخر واحد اسمه التحويل. لما نختار التحويل شفتوا كيف يطلع؟ طبعا بالشفت والسهم أنا تو نكتب معلمة نورة أحمد
النادي الحسن. مادة الحسب. وبعدين ايش نكتب انا توا؟ التعليم عن توا تمام. انا عن توا تمام. ايه والله تمام بالنسبة لي تمام. الناس اللي فهموا يكتبوا واحد بقى على الشات. تمام يا أستاذة كملي، كله كتب تمام، تفضلي. نجيب التنسيق، احنا بدنا في أدوات الرد. أهم حاجة لما أنا نكتب كتيبتي ندير السهم منين يجي علامة زائد، شفتوها؟ علامة زائد. بعدين من التنسيق نمشي لتأثير النص، تحويل إلى الآن تمام كي؟ بعدها نختار. أهم حاجة وأنا لما نصغر نمشي من الصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية ندير توسيط، عملية توسيط. لما ندير عملية توسيط حيث ان شوفوا اهم حاجة تديري شف، اهم حاجة وانتو تشتغلوا قدر الامكان ذري عاي شفت حيث الكلام يدخل جوا وفي نفس الوقت يقعد مرتب، يقعد نفس الدائرة موجودة. شفت تنزلوا بالسهم. وبعدين تكبروا الخط. شفتوا كيف؟ تمام؟ هم اللي وصلنا أنا. تمام هكي؟ اللي كمل معي يكتب واحد، اللي كمل معي يكتب واحد. شو صار؟ تمام؟ تمام، ما فيش تعليقات في الشات معناه أنه تمام. بعدين رجاء خاص كل واحد بيحط لي الخط بتاعها. اللي طبق مع الأستاذة ياريت يورينا التطبيق بتاعه على الشات إن شاء الله. اللي طبق مع الأستاذة نورة يرسل لنا تطبيقه على الشات. لا هيرسل لنا التطبيق على كلاس بوينت بعد ما يكملوا. ما فيش مشكلة، وممكن يورينا كمان على الشات عادي، ما فيش مشكلة. والكلاس بوينت برضه. تمام. أوكي كملت أنا. من إدراج. مثلا بدي نحط الصورة متاعي، حابة نحط صورة، دير إنجاج، دائرة أو مثلث كيف ما تحب، دائرة، مثلث، نجمة، مربع، دائرة، نعدي، تعبية الشكل، نختار صورة، طبعا يختار يقول لك أعمل بدون صورة، بدون تختار. أنا لما نختار الصورة الدائرة تتحول الصورة اللي أنا اخترتها. ما؟ في سؤال لحضرتك، مربع النص كيف أخليه ما يغطي الدائرة؟ ده سؤال على الشات. تمام. شوف مربع النص دراج، مش أنت درت دراج ودرتي إشكال. بعدين اخترتي مربع النص. شوف لكن مش غطى الدنيا كلها،
انا ندير من تعبئه الشكل نصرف بلا تعبئه، نمشي تعبئه الشكل من انماط نمشي تعبئه الشكل ونصرف بلا تعبئه، وبعدين مخطط تفصيلي للشكل ونصرف بلا مخطط تفصيلي. تمام؟ تمام. في كمان كذا سؤال على كيفية، يعني ازاي احسب وزن الاستدارة، او يعني يعني هي قصدها تظبط الاستدارة ازاي؟ وزن الاستدارة لما تجيب انت تشوفي بالعين ممكن بالطريقة هذه، يعني بالعين بالتنسيق نختار الوزن نتاعها عشان شفتي كيف تطلع. نعم دي هذه ستة مثلاً، دي مثلاً سبعة، وهذه نديرها سبعة. نديرها أنا عشان تشوف الشكل، ندير تنسيق بلا تعبئة، هذه نديرها بلا تعبئة. تمام. تمام الى الان. تمام يا تمام معك. اتوا ندير ادراج وبعدين تنسيق ادوات الرسم تنسيق، بعدها نختار صوره الصورة اللي نبيها. ايش الصورة هذه؟ ماكي ندير أداة قطع، كلنا في الكمبيوتر كله عنده، نمشي من قائمة ابدا ثم ارحب باسم ما نكمل معي. تمام. في أي سؤال؟ لا تمام يا أستاذة نورة، ما فيش أسئلة. وفي ناس طبعت وبعتت على الشيء. ما شاء الله. شكرا لكم. أستاذ إبراهيم شنعيد. شوف من قائمة إبداع، من قائمة إبداع، تمام؟ في حاجة اسمها أداة قطع، هي شفتها؟ وإن كان أنت مثلا عندك بالإنجليزي، وأنت عندك بالإنجليزي تكتب إس إي حتطلع، أول ما تكتب إس إي حتطلع، هذه اسمها أداة قطع. اللي قلت لي من إدراج، شوفوا من إدراج أساس شكل دائري
شوفوا مثلث، جينا مثلث نغير جينا مثلث. تقدر تديرها مثلث، تقدر تديرها نجمة، هذه كيف ما تحبي أنت، كيف ما تحبي أنت تدري عليها تطلع لك تنسيق أدوات الرسم. اختار تعبية الشكل، اختار الصورة، ندير العمل دون اتصال، بعدين نزيد استعراض، وبعدين نختار. بعدين اختار الصورة اللي انت تحبيها، تمام؟ تمام يا استاذة. تمام، مفيش تعليق على الشات، معناه انه تمام. لو في اي سؤال يا ريت تكتبوا لنا على الشات، ان شاء الله نرد عليه. هذه طريقة في اللي فاتوا جزء كبير ان شاء الله يا جماعة، الورشة متسجلة وهنبعتها على جروب الواتس بإذن الله. الإدراج اختار مثلا شكل معين، معناته انت تشتغل، انت تشتغل يديري شفت والزر الايفون، اهم شيء شفت الزر الايفون. قولي سوي، طبعا انا هبي حنديرها بلون اصفر. طبعا كل واحد و تنسيق او ذوقه، اكيد حتديروا انتم اشياء احسن مني. ندير ادراج، لان اللون اللي بنا اصلا ناخذ تنسيقه. هيك نحط اللون، بعدين ندير الإدراج من وقع النص، نديرها بلا تعبئة وبلا مخطط. تقدر تغير اللون بتاعها، تنسيق اختيار الأدوات، المظهر، تماماً، إذا يختبر ختم هذا يختبر ختم، طبعاً الأشكال كيف ما تبدي أنت. التنظيم اعتبر على خيالك انت وتفكيرك انت.
أنا هيك تميت الخط تميته. جميع الحضور يعني ننفذ مع أستاذة نوى بيرفع على الكلاس بوينت، نفس الكلاس بوينت اللي كنا موجودين عليه، هندخل ونرفع صورة للتوقيع الختم بتاعنا اللي عملناه، نفس الرقم بتاع الكلاس بوينت اللي هو 409 41009. يا ريت، انا شايفه ان في زملاء كتير نفذوا الختم بتاعهم، يا ريت نرفع الشغل بتاعنا. حضراتكم بنصور الختم اللي نفذناه وبنرفعه على الكلاس بوينت بعد اذن حضراتكم. مفيش الا اتنين بس اللي شاركوا معانا الختم اللي نفذوه، اتمنى بقيه الزملاء، انا شايف ان في عدد كبير كان بينفذ مع استاذه نهى وهي بتطبق. ده توثيق لحضراتكم هتضيفوه ان شاء الله في تقديم لمعلم خبير. استاذه داليا بتسال على جروب المبتدئين، ادخلي معانا على الجروب الفريق الاول وبعد كده تواصلي مع الاستاذه عليا على الخاص، هتضيفك على جروب المبتدئين. واي حد مبتدئ برضو يدخل على الجروب الرسمي لفريق الابداع التكنولوجي، هبعته تاني دلوقتي، وتتواصلوا خاص مع الاستاذ عليا هتضيفكم على جروب المبتدئين ان شاء الله. استاذ عائشة امين، ان شاء الله التصميم جميل جدا للاساتذه اللي رفعوا شغلهم، استاذ عائشة امين واستاذه نهى راشد واستاذه وفاء، اتمنى بقيه الزملاء يضيفوا اعمالهم اللي نفذوها. احنا عددنا في الكلاس بوينت 70 وعددنا في المحاضرة قربنا على 100. أساتذة الأفضل كده خمسة بس اللي رفعوا الأعمال بتاعتهم، أتمنى إن الجميع يرفع الشغل بتاعه. أنا هنسيب الكلاس بوينت مفتوح لحد ما حضراتكم تضيفوا الأعمال بتاعتكم علشان الوقت ما يتأخرش مع حضراتكم. أستاذة علي ممكن مشاركة عشان نعرف كيف يكون. آمين. بالتنسيق لما نجي أدوات الرسم، شوفوا أدوات الرسم تنسيق. نعم. أدوات آخر. حتى فيها تحويل. كبر المنتظر كيف نبدا؟ نمشي للصفحة الرئيسية، كبر الخط، ما بدي يا استاذه
هذه التخطيط طبعا من الصفحة الرئيسية نتأكد إنه هو في وسط بعدين تمام تمام استاذ استاذ مفيش اي سؤال على خط سؤال بيقول كيف نضعه كختم على الاوراق ده سؤال تمام مش احنا حفظناه الجرنال حفظ مش احنا اداه قطع جبنا القطع بتاعنا حفظناه حفظ باسم حفظت خلاص لكن ما تحضنتي أهل خلاص كمان تحضنتي أهل شوية خلينا نفتح المسألة تمام يا أستاذ في سؤال عن التوقيع بقى كلهم وقعوا ولا ما زالوا وكملوا التوقيع نصحهم حنوريهم كيف يديروا طبعا انتوا شفتوا الفرق بين هو اللون بودري لكن الخاتم فيه ابيض هذا لازم نرفعه ونديروا له ازاله خلفيه عشان يكون خاتم بدون خلفيه هذا حناخده توه مع التوقيع لكن هيك الى الان واضح شكرا على المحاضره الجميله وان شاء الله يعني الاهم بقى اللي هو التوقيع يعني احنا بناخد دلوقتي الختم بناخده كصوره وادراك صوره تمام انما التوقيع بقى على الوورد اوكي التوقيع عن طريقه كيف تتوقع انت وقعت في ورقه بيضاء وتي توقيعك صورتها يا أستاذ صور توقيعك يعني نصور التوقيع وندرجه ونحفظه كصورة وبعدين نعمله إدراك برضو نفس الشيء لا 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 اسمعني تفضل أختي توقيعك في الورقة وبعدين الورقة هذه صورها تمام بعدين بركم كرشوا على أي برنامج ونديروا إزالة خلفية ويكون لك إدراك شفاف وتقدر تحطها في أي مكان في الوورد في الباوربوينت في أي مكان تبيه نزلت توقيعك واجب أي لحظة تبيه نزلت في أي مكان تمام يعني هم يوقعوا التوقيع ويوتوها بس واللي يكمل يكتب واحد طيب هي الاستاذه بتقول توقعوا توقيع على ورقه وتصوروه وتحطوه ايه هيبقى عندكم في الاستوديو عندكم بعد كده هنكمل معاها شوف هتقول لنا ايه واللي يكمل يكتب واحد تمام اللي يعمل الخطوات اللي قلناها دلوقتي يكتب لنا واحد على الشات من التوقيع بس بعدين
ناخد منها اتفضل. اوكي بس لان اللي وقع وتم التصريح يخش على البرنامج اي على اي محرك جوجل يكتب ازاله خلفيه تمام كده تسمعي فيها صوتي واضح؟ صوتك واضح. حضرتك قلتي هنفتح على اي متصفح نكتب ازاله الخلفيه نطلع برنامج لازاله الخلفيه تمام؟ تمام اوكي تمام اتفضل. ازاله الخلفيه ها كتبت ازاله الخلفيه نعم علق معي شويه لكن كمل معاك. الكتاب ازاله الخلفيه يختار تحميل صوره طبعا البرنامج هذا مش محتاج انك تدي له تسجيل هو هو ازاله الخلفيه مجاني البرنامج هذا مجاني التطبيق على الجوال عادي راه طبقي على جوجل واكتبي ازاله خلفيه لما تكتبي إزالة خلفية اختاري أول خيار اسمها ريموت بعد ما اخترتي أول خيار بعد ما اخترتي أول خيار ينزل لك بدون خلفية يقعد شفاف اسم التطبيق إزالة الخلفية اسم التطبيق إزالة الخلفية إزالة الخلفية الإنجليزي ريمون ليش اللي كمل خلاص انت لما تجري ازاله الخلفيه وتختاري اول اهو نو بيج شفتي يقول لك تحميل صور انا مش نزلت اوريهم كيف يحطوه بدون طب اتفضل انا سالت حضرتك قلت لي انك خلصت ففكرت ان خلاص كده لكن في يحطوه في الشغل بتاعهم على الباور بوينت على الاقل خلاص انا كان كملت يعني لكن وريهم الطريقه بس تمام جزاك الله كل خير الله يحفظك يا فندم ان شاء الله ايش هنا بس يزيد شوية وبعدين نوريك او كيف نحن توقف هنا نحن توقف هنا هنا توقف هنا نعدي لصفح المكتب طبعا نحطيتها وما نزلتها في الجيم موجود انا التوقع بتاعي اهو التوقع بتاعي كيف كان هو هو مساحه متاعه كبيره لازم عدي الاختصار حطوها من
التنسيق. هو كده مساحته، هو كده مساحته كبيره، فحضرتك هتقصيه. صح، نقطه من ادوات الصوره نختار التنسيق. شوفوا من ادوات الصوره تطلع لي، من ادوات الصوره نختار التنسيق، وبعدين اقتصاء نختار عليها من ادوات الصوره وبعدين تنسيق وبعد كده من الاقتصاص. تمام. تمام. ننقص من عشان شو كيف ننقص؟ بعدين جرن حد ما نعرف شو بندير أنا. شوفي عندير، شوفي فيها هذا كيف الهلال من خيارات التخطيط، لما تزرع عليها حيطلع لك خيارات من خيارات التخطيط. اختاري كلمة أمام النص. ليش جرت أمام النص؟ نقدر وين ما نقدر. تمام، خيارات التخصيص نختار أمام النص. تمام. شو لما نحركها يمشي معايا. شوف لما نحركها يمشي معايا. أنا بنحطها في الآخر. من صغر كيف ما نبي نكبر، من صغر كيف ما نبي. دي عملية تصوير. معلش يا أستاذة نورة، الجزئية الأخيرة دي هتعملي عملية إيه؟ تمام. أو توقع أنت موجود. شكي أنا نهي بردي. شكرا أنت محمد، بارك الله فيك ونطف منك ونطفكم واحنا بنشكرك يا استاذه، بنشكرك يا استاذه نوره على المحاضره الرائعه، بارك الله فيك وان شاء الله تكوني معانا دايما باذن الله. استاذه عليا حضرتك هتدخلي؟ استاذه عليا؟ ايوه معاك يا تفضل. معلش بس التعليق حضراتكم على المحاضره عشان نقدر ان احنا نقيم المحاضره بس بالنسبه لحضراتكم. اللي موجودين معانا على الكلاس بس نسجل التعليقات بتاعتنا على المحاضره. أتمنى نسجل بسرعة تعليقاتنا علشان وقت حضراتكم. أنا طبعا بنشكر كل اللي كان متواجد معانا لحد لآخر لحظة، وأكيد وجود حضراتكم يسعدنا دايما في المحاضرات. جزاكم الله كل خير، وبنشكر أستاذة نورة على تواجدها معنا اليوم. جزاها الله كل خير، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله في محاضرات قادمة. دمتم في رعاية الله.